السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة في قناتنا. يا جماعة حابين نعمل لكم دورة للـ HTML. طبعا يا جماعة بهاي الدورة اللي بده يبلش معنا ممنوع انك تتذكر اي معلومات سابقة انت بتعرفها، كل اشي بتعرفه زمان لازم تنساه معانا، راح نبلش من الصفر الى الاحتراف بإذن الله. طبعا يا جماعة هاي الـ HTML، شو هي الـ HTML؟ عبارة عن لغة برمجة بتهيكل لك المواقع. لما انت بدك تعمل موقع انت بتحتاج لغه HTML، بتحتاج لغه CSS او جافا سكريبت والى اخره. طبعا احنا معكم يعني من الصفر لبناء موقع على هاي القناه وتحقق الربح منه، يعني من الصفر راح نعلمكم HTML و CSS و جافا سكريبت، وان شاء الله اذا قدرنا نضيف كمان لغات. اهم شيء انك تتابع معنا اول باول وتضلك ماشي معنا مظبوط. طبعا HTML عبارة عن لغة بتهيكل لك الموقع. هسا انت لما بدك تيجي تعمر دار اكيد بدك تعمل هيكل للدار، بعدين تضيف الاشياء الثانية والدهان والى اخره. فبس هذا هو كان الفيديو بسيط سريع، نتمنى لقائكم في اول فيديوهات الدورة الفعلية.